صمود اليمنيين بوجه العدوان يتواصل وتضحياتهم لا تنضب، حيث شيع أبناء منطقة بيت الحضرمي في مديرية سنحان بمحافظة صنعاء الشهيد أحمد الأعرج أحد الأبطال المدافعين عن الوطن في جبهة نجران. التحية للوطن أجل ما يقدمه الشهيد الذي رحل دون أن يلقي تحية الوداع لأهله ومحبيه، مكرما الوطن بروحه الغالية ودمه الطاهر يروي تراب الأرض لتستبين بالوفاء والإخلاص والسؤدد، مفضلا عزاؤهم وكرامتهم على بقائه. إنه الشهيد أحمد علي الأعرج أحد أبناء بيت الحضرمي بمديرية سنحان الذي استشهد في جبهة ما وراء الحدود في نجران. انضم لي إلى كوكب من الشهداء الذين قسموا. طبعا الشهيد هذا كان من نداء الوطن استجابة لدعوة الزعيم علي عبد الله الصالح تحت قيادة العميد الركن الشهيد حسن عبد الله المرسي رحمه الله. ونقول للخونة والعملاء الخزي والعار لكم والنصر لليمن. أقول له من منبع العروبة، ليس الشهيد الأول ولا الأخير، بل ستقاتلهم أجل الأجل. شهيد تلو شهيد، نمضي ولا نحيد، ذلك ما أكد عليه أهالي وأقارب الشهيد الأعرج أنهم ماضون في رفض الجبهات بكل ما أوتوا من قوة يرهبون بها أعداء السلام وداعمو الإرهاب في عقر دارهم. رسالة لسلمان أن احنا قاعد من له متصدين له بالمرصاد، وإن شاء الله نحن نقدم لا أنحارهم. نقول لهم هذا الأول تلو الآخر، تلبية لكلام الزعيم والسيد، سنوقف ضد العدوى بكل الوسائل وسنقدم الشهيد تلو الشهيد، وبالروح بالدم نبتعك يا يمن، بالروح بالدم نبتعك يا يمن. أبناء منطقة بيت الحضرمي ودعوا شهيدا سادسا من خيرة أبنائهم أحد رفاق البطل الشهيد حسن الموصي قائد جبهة نجران، الذين رحلوا عنهم جسدا لكن أرواحهم بقيت حاضرة بينهم ترشدهم على مواصلة التضحية في سبيل مجد وعزة الوطن. مختار الخطيب، اليمن اليوم، صنعاء.